زي النار ما هي في العل أو ما اتحرقتش بفعل نيران، مهما لظى هيئد ويزيد ولهب هيهب بين الأغصان. كانت العذرة تمام يوم حملت جمر لاهوت ابن الإنسان، قدرت وهي إنسانة تضم في جمر لاهوته بخير وأمان، في جمر لاهوته بخير وأمان. زي الفحم في داخل الشوريا وكان ممزوج بلهيب النار، هو ناسوت الرب لاهوته في وحدة اتحدوا باستمرار. أما الشوريا دي بطن العدرة وحملة لاهوت وناسوت البار، ودي مجمرة ذهبية نقاوة وعظمة ورمز أم الأنوار، وعظمة ورمز أم الأنوار. زي عصايا معاك يا هارون نبتت زرع وفيها حياة، فرحت من غير زرع الناس نسألها العذرة دي أم الله. زي عصايا معاك يا هارون نبتت زرع وفيها حياة، طرحت من غير زرع الناس مثلها العذرة دي أم الله. زي العذرة بتقول على طول حملت كلمة وهو الله، أعظم آية وبالروح حملت رب وجه من أعلى سماء، رب وجه من أعلى سماء. كانوا لوحين للعهد وحملوا كلام الرب في وقت زمان، زي العذرة ما حملت يوم الله الكلمة ابن الإنسان. كانوا لوحين للعهد وحملوا كلام الرب في وقت زمان، زي العذرة ما حملت يوم الله الكلمة ابن الإنسان. أم النور توصفها بقسط بدخله المن وكان له مكان، رب المجد تشبه نفسه بخبز حياة أو من كمان، خبز حياة أو من كمان. كان في تابوت العهد الخير قسط المن وبركة معاه، ويا لوحين العهد كمان عصال هارون دي كمان وياه. كان في تابوت العهد الخير قسط المن وبركة معاه، ويا لوحين العهد كمان عصا لهارون دي كمان وياه. كل ده وصف الأم النور حمل الرب نعيم وحياة، زي المن وزي الزرع، زي لوحين لكلام الله، زي لوحين لكلام الله. تابوت العهد خشب من الصنت أساسه متين ولا ياكله السوس، زي العذرة نقية وطهرة اتجسد منها الله قدوس. تابوت العهد خشب من الصنت أساسه متين ولا ياكله السوس، زي العذرة نقية وطهرة اتجسد منها الله قدوس. رمز تابوت العهد مصفح جوه وبره دهب ملموس، رمز نقاوة قلب العذرة في نظر الله والكل نفوس، في نظر الله والكل نفوس.
بصن بحزئي الأمشف في المشرق ينبب مأفور كان ممنوع عن كل الناس تنو الباب مقفول على طول بصن بحزئي الأمشف في المشرق ينبب مقفول كان ممنوع عن كل الناس تنو الباب مقفول على طول أصل الرب لوحده في يوم دخل الباب ووصل الوصول كل ده كان تأكيد ودليل رمز العذراء تملي بتول رمز العذراء تملي بتول.